بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من جديد في هذا الدرس ضمن سلسلة دروس التي نقدمها لكم عن بعد مادة الرياضيات. إذا حصتنا اليوم هي حصة دعم للدرسين 21 والدرس 22. بالنسبة للدرس الأول، جمع الأعداد الكسرية. جمع الأعداد الكسرية قاعدة. القاعدة تقول: لحساب مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام، نجمع بسطيهما ونحتفظ بالمقام الموحد، ثم نختزل إذا كان ممكنا. يعني نحتفظ بالمقام موحد، ثم نجمع بسطي هذين العددين الكسريين، وفي الأخير نختزل هذا العدد إذا كان ممكنا. مثال ذلك: 9 على 15 زائد 1 على 15. إذا نلاحظ أن المقام هنا هو 15، إذا المقام موحد. إذا سوف نقتصر على جمع البسطين. إذا 9 زائد 1 تساوي 10. إذا 10 على 15. إذا نختزل هذا العدد، نقسم البسط والمقام على 5. إذا 10 قسمة 5 تساوي 2، ثم 10 قسمة 5 تساوي 3. إذا النتيجة هي 2 على 3. إذا 2 على 3 هو الشكل المختزل للعدد 10 على 15. بالنسبة للدرس الثاني، وهو قياس الكتل، الكيلوغرام ومضاعفاته. نذكر بقاعدة بسيطة بالنسبة لهذا الدرس. إذا القاعدة تقول: لقياس الكتل الكبرى نستعمل القنطار أو الطن. إذا لقياس الكتل الكبرى نستعمل القنطار أو الطن. إذا نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. السؤال يقول: أصل بخط بين الوحدة الأنسب لقياس كتلة ما يأتي. إذا لدينا كيس قمح، إذا ما هي الوحدة المناسبة لكي نقيس هذا الكيس؟ إذا هل الطن؟ إذا لا، الطن فهو وحدة كبيرة، إذا تساوي 1000 كيلوغرام، إذا كبيرة جدا. إذا القنطار، لأن القنطار يساوي 100 كيلوغرام، ثم بالكيلوغرام أيضا. إذا هنا سوف نختار وحدتين للقياس. نعم، إذا القنطار ثم الكيلوغرام. إذا بالنسبة للشاحنة فهي ضخمة وثقيلة جدا، إذا سوف نأخذ الطن كوحدة للقياس، هي الطن. نمر إلى التمرين الثاني. بالتمرين الثاني يقول: أحيط الكتلة التي تساوي الكتلة المعروضة في البطاقة. إذا السؤال يقول: أحيط الكتلة التي تساوي الكتلة المعروضة في البطاقة. إذا البطاقة الأولى 10 قنطار، إذا كم تساوي؟ هل 100 كيلوغرام أم 1000 كيلوغرام أم 1000 هكتوغرام؟ إذا لدينا جدول التحويلات، إذا نكتب 10 قنطار. إذا 10 قنطار كم تساوي ب هل إذا نضيف أصفار. إذا كم تساوي؟ تساوي 1000 كيلوغرام. إذا تساوي 1000 كيلوغرام. إذا نحيط 1000 كيلوغرام. 10 طن. إذا 10 طن. كم تساوي؟ هل 100 قنطار أم 1000 كيلوغرام أم 10 هكتوغرام؟ إذا أضيف صفر هنا، إذا تساوي 100 قنطار. حسن. إذا أضفت صفر هنا، إذا لا تساوي 1000 كيلوغرام أو 10 هكتوغرام، إذا تساوي 100 قنطار. نمر إلى التمرين الثالث. أحسب مجموع العددين الكسريين معتمدا على الرسم جانبا. إذا الرسم هنا عبارة عن دائرة يمثل لي الوحدة الكاملة. إذا هذه الدائرة قمنا بتقسيمها إلى
ثمانية أجزاء، ثمانية أجزاء. إذا كما نلاحظ لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا خمسة أجزاء باللون الأخضر وجزئين باللون نقول أنه الوردي أو الأحمر، ثم جزء آخر بدون لون. إذا لحساب هذين أو لمجموع هذين العددين الكسريين سوف نقوم بحساب مجموع اللونين، إذا يعطيني البسطة. إذا لونين بالأحمر وخمسة ألوان بالأخضر، إذا 5 زائد 2 يساوي 7، والمقام دائما هو كما قلنا هو عدد تقسيمات التي قمنا بتقسيم الدائرة، يعني ثمانية أجزاء. إذا اللونين يمثلان 7 من أصل 8 أجزاء. إذا نكتب 5 زائد 2، إذا كم تساوي؟ على 8 بطريقة المقام. إذا كم تساوي؟ 7 على 8. حسنا، إلى التمرين الرابع. السؤال يقول أراد أو المسألة أراد الحاج محمد نقل أكياس قمح إلى مدينة بني ملال في شاحنة حمولتها 2 طن 5 قنطار، كم كيسا سيحمل في الشاحنة علما أن وزن كل كيس هو 1 قنطار؟ إذا لحل هذه المسألة أولا سوف نقوم بتوحيد الوحدة، إذا نحول الوحدات كلها إلى القنطار، إذا لدي 2 طن 5 قنطار نحولها إلى القنطار. إذا نضع 2 طن ثم 5 قنطار، إذا أضع 5 في كانت القنطار، إذا كم تساوي بالقنطار؟ إذا هنا تساوي 25 قنطار، إذا أكتب هنا 2 طن 5 قنطار تساوي 25 قنطار. حسنا، إذا الحاج محمد سوف يحمل إذا كم كيس؟ إذا علما أن وزن كل كيس هو 1 قنطار، إذا 25 في 1، إذا عدد الأكياس عدد الأكياس هو 25 ضرب 1، إذا يساوي كم؟ 25 كيسا. إذا أكتبها كيسا. حسنا، نمر إلى الخامس. السؤال يقول أحول إلى الوحدة المطلوبة، إذا لدي 6 طن 2 قنطار كم تساوي بالكيلوغرام؟ إذا سوف نستعين من جديد بجدول التحويلات. إذا 6 طن 2 قنطار كم تساوي بالكيلوغرام؟ إذا أضيف أصفار هنا، إذا تساوي 6200 كيلوغرام، 6200 كيلوغرام. حسنا، 10 قنطار 40 كيلوغرام، 10 قنطار ثم 40 كيلوغرام، إذا 0 4 كم تساوي بالكيلوغرام؟ إذا تساوي 1040. حسنا، المثال الثالث 900 كيلوغرام، إذا أضع وحدات العدد في الكيلوغرام، إذا 900 كيلوغرام كم تساوي بالقنطار؟ إذا أضع هنا، إذا تساوي 9 قنطار. ثم 8000 هكتوغرام، إذا وحدات العدد في الهكتوغرام، ثم أضيف أصفار حتى القنطار، إذا 8000 هكتوغرام كم تساوي بالقنطار؟ إذا تساوي 8 قنطار. حسنا، نمر الآن إلى التمرين.
السادس: أساعد هبة على حساب المجموع وأختزل متى أمكن ذلك. إذا لدي عددين كسريين، أريد أن أحسب مجموعهما أو مجموعهما. إذا كما قلنا القاعدة تقول لحساب مجموع عددين كسريين نحتفظ بالمقام الموحد. إذا نحتفظ هنا بالمقام الموحد ألا وهو 6، ثم نقوم بجمع البسطين. إذا 1 زائد 2 كم تساوي؟ إذا 1 زائد 2 تساوي 3، إذا 3 على 6. إذا لاختزال هذا العدد ماذا أفعل؟ إذا أقسم البسط والمقام على 3. إذا أقسم البسط والمقام على 3. 3، إذا كم تساوي؟ إذا 6، 3 مقسوم على 3 يساوي 1، إذا على 6 قسمة 3 تساوي 2. إذا 1 على 2 يمثل الشكل المختزل للعدد 3 على 6. نمر الآن إلى العددين الكسريين الثانيين. إذا لدي 3 على 9 زائد 5 على 9 كم تساوي؟ إذا أحتفظ بالمقام الموحد 9، ثم أجمع البسطين 3 زائد 5 كم تساوي؟ إذا 3 زائد 5 تساوي 8 على 9. حسنا، إذا 8 على 9 لا يمكن أن نختزل هذا العدد، إذا سوف يظل على حاله هكذا. نعم، نمر إلى المثال الأخير، 1 على 8 زائد 3 على 8. إذا من جديد نحتفظ بالمقام موحد هو 8، ثم نجمع البسطين 1 زائد 3، إذا كم يساوي؟ 1 زائد 3 يساوي 4 على 8. إذا للاختزال نقسم البسط والمقام على 4. نعم، كم يساوي؟ أربعة قسمة 4 تساوي 1، ثم 8 قسمة 4 يساوي 2. إذا العدد 1 على 2 هو الشكل المختزل للعدد 4 الكسري، العدد الكسري 4 على 8. حسنا، إذا الآن نمر إلى التمرين السابع. تقول المسألة: قسم الأب بطيخة إلى 8 أقسام متساوية، أعطى لأمه 3 على 8، ولزوجته 2 على 8، ولابنه 1 على 8. إذا نقول هنا: أعطى لأمه 3 أثمان، ولزوجته 8، ولابنه 1/8. إذا كم قسما وزع الأب على أسرته؟ استعينوا بالنموذج أسفل. إذا النموذج هنا يمثل لي دائرة قمنا بتقسيمها إلى 8 أجزاء. إذا الدائرة تمثل الوحدة الكاملة. إذا هنا نمثل العدد 3 على 8. إذا 3 على 8 يمثل هكذا. إذا الجزء الأول، الثاني، ثم الثالث والأخير. إذا أقول هنا أنني أخذت 3 أجزاء من أصل 8، يعني يمثل 3 أثمان. ثم نمثل كذلك 2 على 8، يعني أن أخذ جزئين من أصل 8. إذا هنا جزئين، 2 على 8، يعني 8 للزوجة، وللابن 1 على 8، يعني جزء واحد من أصل 8 أجزاء. إذا سيأخذ 1/8 فقط.
نعم، إذا هنا السؤال، كم قسما وزع الأب على أسرته؟ إذا الأب وزع، نكتب كإجابة على السؤال، وزع الأب إذا كم؟ إذا 3 على 8، إذا نكتب زائد 2 على 8 زائد 1 على 8، إذا كم يساوي؟ إذا نحتفظ بالمقام الموحد ألا وهو 8، ثم نجمع البسط الأول والثاني والثالث، إذا 3 زائد 2 زائد 1، 3 زائد 2 زائد 1، إذا كم يساوي؟ 3 زائد 2 تساوي 5، زائد 1 تساوي 6 على 6 على 8. حسنا، إذا 6 6، العدد أو الرقم 6 ماذا يمثل؟ 6 يمثل، العدد 6 يمثل الأقسام التي وزعها الأب على أفراد أسرته، إذا 6 أجزاء من أصل 8، إذا 6 أجزاء من أصل 8 هي التي وزعها الأب، إذا 8 هو المقام و6 هو البسط. كسؤال إضافي، كم تبقى من هذه البطيخة؟ إذا كم تبقى في هذه البطيخة؟ إذا نحسب، إذا الأصل هو 8 من 8، يعني 8 على 8 نضيف هذا السؤال، إذا تبقى 8 على 8 هي الأصل ناقص كم؟ الأقسام التي وزعها الأب على أفراد أسرته هي 6 على 8، إذا كم يساوي؟ 8 ناقص 6 هي 2 على 8، إذا 2 على 8، إذا كما تلاحظون 2 هي القسمين اللذان تبقيا في آخر الحلقة، إذا 2 الجزء الأول ثم الجزء الثاني. إذا إلى هنا تنتهي حصتنا، شكرا على تتبعكم وحسن إصغائكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.